الأسبوع الثاني من العطلة الربيعية تميزت مشاهده الثقافية في عديد الولايات الجزائرية بصبغة مشتركة كان فيها الفن الرابع سيد الاحتفاليات المحلية. ساحة الشهداء وسط مدينة أدرار تحتضن فعاليات الطبعة الأولى للأيام الولائية للفرجة والضحك. التظاهرة ترعاها الجمعيات الثقافية المحلية التي تسعى لتقريب الخشبة من المتلقي. التظاهرة المنافسية ست فرق من مستوى ولاية أدرار، هذه طبعا ارتئينا أنه تكون خارقة من نوع آخر إلى الهواء تطلق هنا بساحة الشهداء. المسرحيون نزلوا الشارع بولاية الأغواط احتفاء بأبي الفنون، فكشفت المناسبة عن مواهب نشطت الفعالية التي جمعت المتمرسين والهواة في عروض مفتوحة أخرجت من جدران المسرح إلى الجمهور. بولاية عين الدفلة وبعد غياب طويل عادت الفعاليات المسرحية إلى الساحة، فاستقبل مسرح بلدية العمرة بالولاية فرقا مسرحية من مختلف ربوع الوطن أمتعت الجمهور المتعطش للخشبة. دع بيتي قد تقول يجي من العدم، فهمني مش كاين الناس بزاف بزاف مخرجين أو منتجين طولوا من ملايير وما تجي والو، وكاين بالمقابل ناس بدعم قليل كما كتقول انتيا داروا حاجه كبيره. ولاحظنا من بعد العرض اللي قدمناه اليوم كاين تجاوب كبير مع تجاوب الجمهور، لان وهذا الدليل على ان الجمهور متعطش. من الشارع والى الشارع هكذا اراد مبدعو الخشبه الجزائريه الاحتفاء بالمسرح في يومه العالمي الذي ارادوه اسبوعا من الفرجه.